السلام عليكم، مرحبا اعزائي المشاهدين في كل مكان. اهلا بكم في قناة المستثمر انفستور. طبعا انا كنت شرح لكم قبل كده في الفيديو اللي فات طريقة التحويل من تطبيق للمحفظة دي اللي هو العملة السويد. طبعا انا دلوقتي النهاردة هحول عملة السويد وهبعتها فودافون كاش وهوريكم الطريقة ازاي. لو انت اول مرة تشوف القناة شرفنا بالشراكة في قناتنا المتواضعة، ومتنساش دعمنا بلايك كلمتين. لو عندك اي سؤال اكتب بدون تردد. يلا بينا نخش في الموضوع. طبعا زي ما انتم شايفين دي الصفحة الرئيسية، واول حاجة هنروحوا على حاجة اسمها تداول. طبعا هنتكوا على التداول علشان نعرفوا ازاي نتداولوا برضو العملة بتاعتنا. اول حاجة هيكون طبعا موجود عملية الشراء، فاحنا هنتكوا على عملية البيع لان احنا عايزين نبيع العملة بتاعتنا اللي هي سويت بي او سي دي. طبعا هنا انا عايز ابيع كل اللي معايا اللي هي 6 عملات، وهحصل على 8 سنت و6 من 10 يو اس دي. طبعا هنا بيقول لي بيع سويت، هنا بيقول لي امر السعر اللي هو سعر السويت الواحد او سعر العملة الواحدة سنت و4 من 10، حجم الطلب كله 6 وقيمة الامر كذا، وانا هعمل له بيع. طبعا هنا بيقول لي تم التنفيذ وبعد كده اخدت الرصيد بنجاح، فانا هحدث اهو زي ما انتم شايفين. انتظر، تمام كده، تمام. هروح عند الاصول، وبعد كده زي ما انتم شايفين انا معايا في التداول الفوري 8 سنت. طبعا انا ال8 سنت دول بقدر اخش عليهم كده زي ما انتم شايفين برضو عشان اكد ان الرصيد موجود معايا في ايه. الرصيد موجود دلوقتي معايا في اليو اس دي، وهو كان قبل كده موجود معايا في السويد اللي هي العملة اللي قبلها. طبعا هنا بنخش على تحويل، وبعد كده بيكون في حاجة عندنا اسمها حساب فوري المشتقات. طبعا احنا بنغيره حاجة اسمها المشتقات لحساب الاموال علشان نقدر نحوله الفلوس اللي في الحساب الفوري للحساب الاموال. طبعا احنا هنا برضو بنختار العملة اليو اس دي اللي معانا، تمام، وبعد كده بنتكوا الجمع، بعد كده بنتكوا تأكيد. الحساب الفوري ده طبعا حاجة، والحساب الاموال ده حاجة تانية. حساب الفوري ان انت بتقدر تحول من المحفظة لمحفظة تانية، والحساب الاموال ان انت بتقدر تحول من المحفظة دي لفودافون كاش او عن طريق شراء العملات المشفرة اللي هي بي تو بي. بتخش على تداول النظير، نظير بي تي بي، وبعد كده اول حاجة زي ما انتم شايفين الشراء. طبعا انتوا لو عايزين تشتروا من فودافون كاش اول حاجة بتحددوا الاي جي بي زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتتكوا يو اس دي، وهتلاقوا عملية الشراء زي ما انتم شايفين. طبعا هنا عملية البيع لو انتوا عايزين تبيعوا الفودافون كاش، يعني تحصلوا على رصيد في فودافون كاش زي ما انتم شايفين. ان ده الشخص ده، تمام، موثق، وده حساب موثق، وده دلوقتي عامل اونلاين اللي هو العلامة الخضراء دي، وهنا برضو ده بيدعم طريقة الدفع فودافون كاش، ودي عملية الطلبات اللي هو عملها كلها اللي هي 1500. طبعا بخش على بيع، وبعد كده بتأكد الجميع، وده الرصيد اللي موجود معايا، وبعد كده برضو بتأكد من ان انا اللي هي طريقة تحديد طريقة الدفع. فبحدد مثلا ان اللي هي فودافون كاش، تمام، زي ما انتم شايفين كده بضغط عليها. ما هنا بكتب اي اسم او اسمي، وهنا بكتب رقم التليفون وبتأكد منه، وبعد كده بتأكد تأكيد. طبعا هنا زي ما انتم شايفين بتأكد برضو تأكيد علشان اكمل اللي انا بعمله. طبعا هنا بتأكد بيع، بس انا دلوقتي هنا بيقول لي القيمة والحد الادنى $1.40. اول ما بتأكد بيع بيجي لي على طول الفلوس على فودافون كاش، وهنا بعد كده بكمل العملية. وبكده خلص الشرح لنا النهاردة. لو عندك اي سؤال اكتبلي في التعليق وهجاوب عليك. شكرا للمشاهدة لحد هنا، سلام.